في سنتها الرابعة من مرحلتها الثالثة 2019-2023، تخلد اليوم ذكرى مرور 18 سنة من التدخلات في الشأن الاجتماعي بغية رفع من جودة عيش الساكنة المحلية من خلال تدخلاتها في العديد من البرامج التي همت جميع القطاعات الحيوية. واليوم نخلد هذه الذكرى لكي نبين حصيلة هذه الإنجازات التي حققتها المبادرة في مرحلتها الثالثة بالخصوص، وكذا المكتسبات التي تم تعزيزها. ونفتتح ونبدأ هذا العرض بمقتطف من إلى المشاركين في الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية لتاريخ 19/3/2019، حيث قال أعز الله: وفي هذا اللقاء حرصنا على تقييم دقيق وشامل للمرحلتين الأولى والثانية على إعطاء انطلاقة المرحلة الثالثة للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تعزيز المكتسبات وإعادة تنجيح البرامج. ولمواجهة هذه الوضعية المزمنة، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحكم الطابع الأفقي لتدخلاتها ودورها كرافعة رئيسية للتنمية الاجتماعية، تعتبر نموذجا يحتذى به لتوحيد مختلف الجهود وتعزيز آليات مسار التشارك على المستوى التراب وتنسيق السياسات العمومية في إطار استراتيجية محكمة مراحل متعددة الواجهات متكاملة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية، انتهى منطوق كلام جلالة الملك حفظه الله. تزوير دوار تم تهديم لجماعة السقاط بالماء صالح الشرب. تزوير دواري فطوشيا والنوايل هو الروح بالماء صالح الشرب. ثم كهربت دوار تعاونية والذهب لجماعة صالح. نمر الآن إلى البرنامج الثاني المتعلق ببرنامج موكلة الأشخاص في وضعية هشاشة. عدد المشاريع المنجزة خلال الأربع سنوات من المرحلة الثالثة هو 30 مشروع. الكلفة الإجمالية 19.4 مليون. سنة 2021 تمت موكلة 230 شاب من حامل المشاريع في المنصة، واستفاد وصل إلى مرحلة التمويل 92 شاب وصلوا إلى مرحلة التمويل واستفادوا من دعم بلغ 5.380 مليون درهم. الشباب الذين يستفيدون داخل منصة الشباب هم مجبرون على إحداث مقاولات قانونية سواء من شركة اقساط أو مقاولات ذاتية من أجل الاستفادة. داخل المنصة ينبغي أن نحول الشباب من لافورميل إلى سنة 2022 تم تمويل 44 مشروع بمساهمة بلغت 4 مليون. هذا 44 هم من 230 اللي استجاب للمواقع القضية ومخططات الإنجاز ومخططات الأعمال. دونك 230 رغم منها 72 في 2021 تمويل، وبالرغم منها 44 في 2022 تمويل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.